أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا وصحبه وسلم. يعني تصلنا العديد من الأسئلة ولا نستطيع الرد عليها كتابيا، لأن الرد على الأسئلة كتابيا يحتاج إلى طاقة من كبير يختص بالكتابة، ما لا نستطيع إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك كل مرة إن شاء الله ندير شي حاجة ولا. قد تكلمت من قبل على هؤلاء العلمانيين الحاقدين على عقيدة الإسلام في بلادنا، الحاقدين على الفضيلة، الذين ينادون بحقهم في الإفطار العلني وينادون بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم الفساد، ويريدون أن يضفوا الشرعية على مسألة العلاقات الجنسية خارج الزواج بدعوى أن المرأة تملك جسدها. شكون قال لكم المرأة تملك جسدها؟ الجسد هو ملك الله، هو بناء الله، لا يهدمه الإنسان إلا بحق. يقول لك لأنها تملك جسدها وعليها لها أن تفعل في جسدها ما تشاء. كيفاش تفعل في جسدها ما تشاء؟ سبحان الله. هو العقل عندنا، العقل ديالك، أيجوز لك مثلا أن تخرب عقلك بالمخدرات؟ لا يجوز. فكذلك هذا الجسد لا ينبغي والعياذ بالله أن يهدم وأن يصير مباحا، كلا أن مباحا. كنا تكلمنا قبيلات وصلت هنا واحد السؤال، كيقول لك هذا السيد، هذا من مدينة جرادة، قال لك حينما كنا ندرس مادة الفلسفة تطرق إلينا أستاذ الفلسفة إلى درس الحرية. شو النوع تاع الحريه اللي كيقريو بعض الاساتذه تاع الفلسفه لوليداتنا؟ يعني هذه المساله لم تاتي من فراغ، تجد لها سندا فين؟ في هؤلاء الاساتذه اللي كيقريو ولادنا. قال لك درس تطرقنا الى درس الحريه فقال لنا الاستاذ بالحرف الواحد: اريدكم باش تخلوا على العاطفه نتاعكم والمعتقدات، تخلوا على العاطفه وتخلوا على معتقداتكم. يعني علاش مالك خصكم تكونوا حرين مالك؟ كما كتب واحد السيد قال لهم: ليس هنالك إلا موحد واحد وهو الشيطان، فعلينا قال لك أن نتحرر من كل الأوامر والنواهي، لأن الشيطان هو الوحيد اللي قال له ربي اسجد لآدم فقال لا أسجد لآدم، لأن السجود لآدم شرك، فهو الموحد الكبير. قال لك: سيدي أريدكم أن تتخلوا عن العاطفة والمعتقدات. فقال لنا: هل الإنسان يكون حرا في المسجد؟ فهو يدعو إلى الحرية. يقول لك انت في الجامع ما راكش حر، كيدخل المسجد كتصيب روحك. يعني اللي كيدخل للدين كيقيد حريته، كيقول لهم اللي كيمشي للمسجد يعني مدين ويمشي يصلي ماشي حر، يخصو ينوض مع الفجر ويمشي للجامع، ما خصوش ينعس دائما كما يبغي حتى ينوض بقاش ما. ها انت راك نعمس دي مقيد حريتك، لانك تمشي للجامع وتضبط المواعيد نتاعك على مواعيد الصلاه، ولك لقاءات مع ربك، ذيك اللقاءات تأخذ منك وقتا وتستشعر أنك مستعبد وفقدت حريتك. خصك تكون حر أخويا، مطلوق نعس فوقاش ما بغيت، وفي النساء دير اللي بغيت، وفي الأعراض افعل ما شئت، وفي المعتقدات اعتقد ما شئت، لا يفرض عليك، كون حر. هذه حرية؟ هذه الحرية؟ هذه وش هذه حرية؟ هذه هذا هو العبادة ديال إبليس. صرت الآن عبدا لهواك وللشيطان، ولن تكون حرا إلا إذا كنت عبدا لله. فإذا عبدت الله وكنت عبدا لله تحررت من عبادة الهوى والشياطين والنفس الأمارة. أفمن اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الشهوة، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد المرأة، تعيس عبد الخميسة، كتولي عبد ديال من؟ ديال الفلوس، ديال الدنيا، ديال الدينار، ديال الشهوة، ديال النساء، كتولي ولا غير تلهث، تولي عبد نتاع كل شيء. أما إذا كنت عبد نتاع الله ارتفعت بإيمانك واعتززت بإسلامك وصار الكل في خدمتك، لأنك تعبد الله. ومن عبد الله جعله سيدا على نفسه وسيدا على هواه وسيدا على كل الشهوات، لأنه يضبط النفس باش بالوحي المنزل من عند الله. هذه الحرية، هم ما بيفهموش النوع ديال الحرية هذه، واللي عبد ديال شهوته
شنو ما قالت له نفسه يمشي يمشي انعس انعس كل حرام كل لا حول ولا جات قبيلات عندي واحد الاخت لا اله الا الله قالت لي جيت نسالك على واحد المشكل واسمه قالت لي راني درت طلبت الطلاق واش يقول الشرع قلت لها قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه سالت طلاقها من زوجها من غير ما باس لم ترح راحت الجنه قالت لك لا انا كاين الباس قلت لها اسمه هو الباس قالت لي هذه سنوات وانا معه هو تبارك الله عنده مدخول مزيان ولكن سيطر عليه الشيطان اصبح عبدا لابليس الفلوس اللي يجيو يمشي يخسرهم في القمر خرب بيته واهمل اولاده وصار عبدا للشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه تولي عبد تاع الشيطان قالت لك حتى الفيلا اللي كنا ساكنين فيها باح وخلانا برا قلت لها الان عندك الحق قالت لي ونزيد لك وترك الصلاه قلت لها هذيك هي طريق ابليس عندك الحق الان لكي تفري من هذا فرارك من الاسد لان البقاء معه تحت سقف واحد غادي يضيع لك حتى اولادك لا اله الا الله محمد رسول الله ها العبد ديال ابليس ها العبد ديال ابليس هذا عبد ديال ابليس اذا هذا النوع تاع الحريه اللي بغاه وهذه واش حريه هذه حريه دائما الانسان مشتت منقسم صدره ضيق والله لن تستشعر الطمانينه والسكينه والراحة إلا في طاعتك لربك الله أكبر ها تحس النعمة ديال سيد ربي سبحانه ولكن هؤلاء مسكين مساكين ما عارفينش قال لهم تعالى سبحانه عز وجل وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون تمادوا في الفسوق سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم إذا تمادوا في المعصية الطابع معلق في العرش إذا تمادوا في العصيان بدعوى الحرية أخذ الطابع فطبع على قلوبهم في الدنيا فلا ينتفعون بموعظة ولا يتوبون ولا يؤمنون فيختم لهم بالشقاء وهم على الأرض يمشون سأل الله العفو والعافية هذا يعني دائما ونحن نتحدث عن المربين فالمربي يرحم المتربي ويربيه أي ينمي فيه الخير حتى يصل به إلى درجة يطمئن فيه عليه في الحياة هذا المربي يقوده إلى الخير خطوة خطوة يربي أي ينمي فيه الخير هذا المربي يديك خطوة خطوة كل مرة يعطيك فكرة مرة يديها هذا المربي لكن إذا كان المربي عندنا عياذا بالله يهدم عندك كل القيم بدءا من العقيدة هذا يولي مربي هذا يولي أستاذ احنا اللي قالوا الحرية اعتقد ما شئت وافعل ما شئت هو أستاذ آخر يقول هذا اسمحوا لي الأساتذة يعني ماشي يعني راك عارف يعني يقول حرصنا اليوم أستاذ في البكالوريا في الحراسة فقال لنا هو رب انا الرب ديال هذا انا الان رب هنا زعما انتم اللي راكم هذا العبيد درك فلما سمعت هذا الكلام تغير حالي فافقدني التركيز تما عرفت واش منجو لا حول ولا قوة إلا بالله هو لم يجيبه أحد لأنه يخاف إذا رد عليه عن يكتب فيه تقرير ويرسله إلى اللجنة التأديبية ركب مسكين تحت الضغط يعني حتى واحد ما رد عليه هو رب يا وليدي يا وليدي يا وليدي أما أنت أيها الطالب فكان عليك أن تنادي عليه قبلك وبينه وتقول له استغفر الله وتب إلى الله أنتم كاملين هالكلام لا يليق من رجل تربية ولا يليق في هذا الوقت
وكان بالإمكان أن تنادوا على المسؤول الإداري وتقول لقد استفزنا في ديننا ونحن نريد الطمأنينة لكي نجتاز الامتحان باطمئنان. هالسيد راه كيقول لك كلام كبير، كان عليكم انتوما تشكيوا به الإدارة. هذه مسألة فيها استفزاز، لكن على كل حال انتوما ما درتوش. إذا لم تفعل إذا كان على الأقل عليك أن تطمئن نفسك وأن لا يكون لهذا الكلام أثر عليك، لأنك غادي تخسر في الدنيا وتخسر عملك في الأخيرة. ولا قصد أنتم خسرتوا ما رديتوش عليه ولا أثر عليك في الجواب. كان عليك أن تضبط أعصابك وأن تذكر الله تعالى وأن تطرد الوساوس. أما بالنسبة لأمثال هؤلاء فنقول أولك نطفة مضرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين ذاك وهذا في جوفك العذرة وتنطق بهذا الكلام وقد خرجت من مجرى البول مرتين. خرجت من مجرى بول الرجل في صورة حيوان منوي لا يرى بالعين المجردة، وخرجت تصرخ من مجرى بول المرأة جنينا تصرخ. شوف منين خرجت، تكبر وتقول هالكلام للناس؟ هذا هو رجل التربية؟ الله يحسن عون الطلبات ديال اليوم والشباب نتاع اليوم مع هذا المنحرفين. كل نهار يتكلم معايا شي واحد يقول لي واعر زمراي، يزعق الاستاذ على الدين، يزعق على العلاقات الجنسيه، يزعق على كذا. مالهم هاد الناس؟ مالهم؟ ماذا يريد؟ ماذا يريدون؟ اسال الله ان يتوب عليهم. آمين. والا اسال الله تعالى ان يريح الطلبه من مثل هؤلاء. هذو راه مصيبه، هذو اعداء الاسلام، هذو ما بقاوش يضمرون العداوه الاسلام، يجاهرون. هذو لو يجاهرون هؤلاء ما يخافوش الله تعالى، يستهترون بحرمة هذه الأمة وبحرمة مقدساتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثالثة وصفين إن شاء الله تبارك وتعالى. يا ربي يا ربي يا ربي.